تتعالى الأصوات هنا بين مطالبة ببعض الخدمات والسلطة المحدودة الإمكانيات. عدة مطالب يصلح بها المختار محمد بلسان مئات الأهالي في اجتماع مخاتير منطقة رأس العين مع مجلسها المحلي لإيجاد الحلول للعديد من المشكلات الخدمية التي تواجه أهالي المنطقة. الزراعة منكوبة، لا في سقي، لا في مي، لا في أسمدة، لا في شيء. يعني الزراعة على رب العالمين، إن جاء مطر صار الزراعة، ما جاء مطر ما عندنا شيء. يعني إحنا ناس منكوبين صراحة، ما عندنا شيء. وضع العالم سيء للغاية. مشكلات الفلاحين المتعددة تصدرت المشهد لاعتماد المنطقة بشكل كلي على الزراعة التي تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب الجفاف وانقطاع الكهرباء عن آبار المياه وحظر استيراد الأسمدة للمنطقة، كما تطرقوا لمواضيع أخرى كارتفاع ثمن الخبز والمياه الصالحة للشرب التي لا تصل إلى معظم القرى. الخبز والمياه والطرق والمدارس، يعني طلبات للشعب تعبان، وبدنا نطلب من المجلس انه يساعد هالناس على هالموضوع. والله على المعدة خبز. عشرات القرى الواقعة شمال استيراد الانفور هي الاخرى تعاني من المشكلات ذاتها، يضاف اليها غلاء اسعار الاعلاف لاعتمادهم على المواشي الى جانب الزراعة، كما طالبوا باحداث فرن للخبز يلبي احتياجاتهم. الزراعة معدومة كليا معدومة، ما في زراعة أبدا، لا مي لا محركات، ما في أي شيء بقي عندنا. المواشي ما في إلها أعلاف، ما في إلها أي شيء تقدمه. مراعي ما في، السنة جفاف شايفينها. التعليم ضعيف جدا، منزوع، المدارس واقفة، أغلبيتها واقفة. تصل المي لكل بيت، بنحفر أبواب المنطقة هي المياه الحلوة. مطالب محقة يراها المجلس المحلي الذي يسعى إلى تلبيتها، لكن ضعف الإمكانيات المتاحة قد يؤخر تنفيذها. تكلمنا بصراحة، هم نقلونا همومهم، هم المواطنين بشكل عام وما تعانيه المنطقة بشكل عام، ونحن تكلمنا عن إمكانياتنا وقدراتنا واللي راح نعمل بالمشاريع في المستقبل إن شاء الله. طبعا نعم، المنطقة هي منكوبة، خرجت من حرب وما زالت في حرب. المنطقة تحتاج إلى وقت حتى ترجع إلى طبيعتها. وعود في إيجاد الحلول لكل المشكلات التي طرحت والتي جدولها المجلس المحلي ضمن أولوياته، وما بين تلك الوعود والتطبيق سيبقى المواطن رهن هذه المشكلات إلى حين الانفراج. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة رأس العين، ريف الحسكة.